بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وكل عام وحضراتكم طيبين. عيد الشرطة 25 يناير أنا بعتبره عيد المصريين كلها، لأن إحنا بنتكلم على جهاز الشرطة المصرية ومدى تضحياته وخدماته للشعب المصري، وخاصة لو جينا نذاكر اللي حصل في السنوات الأخيرة. كل التحية والتقدير ورحمة الله على شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة، الأمن والأمان واستقرار الدولة المصرية كي تسير عجلة التنمية للأمام بيعتمد على شرطتنا المصرية، وإحنا بنتكلم على توفير خدمات وتدعيمها وتطويرها في هذا التوقيت لبناء دولة تقدر إن هي فعلا تحقق معدل من التنمية ومن الاستقرار. كل عام وحضراتكم طيبين. قبل ما أتكلم في فقرتنا الإخبارية، في ملف مهم جدا من الملفات اللي عاوز أسمع رأي حضراتكم فيه النهاردة. عايز أتكلم معاكم عن ملف الدواجن. ولو نفتكر أنا بقالي فترة تقريبا 10 سنين بتكلم في جزئية مهمة جدا في ملف الدواجن، وهي مرتبطة ارتباط رئيسي باستقرار هذه الصناعة. ولما بنطلق عليها صناعة بنبقى متأكدين وعارفين إن هي فعلا صناعة مش مجرد تربية للدواجن، لأن مدخلاتها ومستلزمات الإنتاج كلها بتعتمد على الصناعة، الأعلاف والكتكوت، بتتكلم على الأدوية البيطرية، توفير فرص عمالة، المجازر، مصنعات. فالنهاردة وإحنا بنتكلم على صناعة الدواجن كنت بنوه على جزئية مهمة جدا من سنين طويلة، من أكتر من 10 سنين، كنت بتكلم دايما عن السعر العادل، وكنت بكلم فئة معينة في هذا المجال، كنت بكلم السبصار، وده هو المصطلح والتوصيف لمهنة موجودة داخل هذه الصناعة، اللي هو الوسيط ما بين المزارع والتجار، ما بين المزارع والتجار، مش ما بين المزارع حتى ومحلات البيع. وكنت دايما بقول له خلي بالك، الحفاظ على المربي هو الحفاظ والإبقاء على مهنتك، الحفاظ على المربي وأنه هو يحقق هامش ربح هو ضمانة لوجودك واستمرارك في المجتمع. انتبه جيدا، ما تحاولش تخسر الراجل ده. كنت دايما بتكلم وبسمع الناس آراء المربيين، وكنت بحسب التكلفة مع المتخصصين، ما كنتش بتكلم على تذبذب مستلزمات الإنتاج أو ارتفاع أسعارها، لكن كنت بتكلم إن دي صناعة ليها مستلزمات إنتاج، يبقى احنا محتاجين إن الراجل ده في الآخر يحقق هامش ربح. مش معقولة إن هو يجي في نهاية الدورة بعد المصاريف اللي بيصرفها وبيحققش مكاسب، أو إنه كمان يخسر، أو إنه يبقى عنده أمل إن هو يحقق المكاسب بتاعته في الدورة القادمة. للأسف في هذا التوقيت إحنا شفنا اللي كنت بحذر منه النهاردة بيعاني منه قطاع الدواجن، قلة المعروض. النهاردة ارتفاع أسعار الأعلاف، وجهود كبيرة جدا من الدولة لتوفير الأعلاف وأيضا الحفاظ على أسعارها في وقت احنا بننقص فيه الصناعة، وده بيحصل وبنشوف يوميا. بنعلن لحضراتكم عن الإفراج عن كميات من الأعلاف ودخولها إلى الأسواق المصرية. ده محتاج مجهود ومرعاة للمربي، ده محتاج الشركات اللي بتنتج الكتكوت تنتبه النهاردة لسعره، وإن هي توفر أفضل أنواع الكتكوت علشان المربي يحقق أعلى إنتاجية عنده ونقلل نسبة النفق. محتاجين إن احنا نشوف ثبات واستقرار في أسعار الأعلاف، وإن احنا كمان في نفس التوقيت يكون في معلومة عند الناس المربيين بالأمان الحيوي عشان نقلل النفق خالص، لأن النفق ده بيزود التكلفة. ملف صناعة الدواجن من الملفات المهمة اللي الدولة بتحافظ عليه. إذا كان في تحديات بتواجه هذه الصناعة فليها أسباب كتيرة جدا، وعلى رأسها الأزمة العالمية أو الحرب الروسية الأوكرانية، لكن تدخل الدولة في هذا التوقيت واللي احنا بنتابعه على مدار اليوم، عايز أقول لحضراتكم إن إيد لوحدها ما بتسقفش. أنت بتتكلم على فئة كبيرة جدا من المجتمع المصري، أكتر من 3 مليون شخص، مش أسرة، شخص بيشتغل في هذه الصناعة. فكل مسؤول، المربي عن ان هو يطبق امان حيوي داخل مزارع وعنابر، وان هو يشتري الاعلاف ويشتري الكتكوت من مصدر موثوق فيه، تجار والسماسرة والحفاظ على السعر العادل. انا ما بقولش نغلي على المستهلك ولا نخسر المربي، كل سلعة ليها سعر انتاج وليها هامش ربح. صناعة الدواجن باقية، واذا كنا بنمر بمرحلة هتعدي
لان ما مرنا بازمات كتيره جدا في صناعه الدواجن وتعافت. انا عايز اقول لحضراتكم عام 2006 انفلونزا الطيور كانت الضربه القاسمه لصناعه الدواجن، وكان تنبؤات كتيره جدا ان احنا خرجنا بره هذه المنظومه بعد ما كنا على ابواب التصدير وكنا بنصدر بيض المائده من القريه المصريه. فهذه الازمه ما هياش النهايه، لكن هذه الازمه لازم ناخد منها دروس ولازم نتعلم منها هنعمل ايه بكره علشان تستقر هذه الصناعه. مجازر اللي موجوده في مصر ومدى تطورها واستخدام التكنولوجيا في هذه المجازر ده شيء لازم يتم الاستفاده منه لخدمه المستهلك ولاستقرار هذه الصناعه. انا ببشر الساده المربيين ان بالرغم من هذه الازمه الا ان القادم افضل وان هتعود هذه الصناعه اقوى. انا عايز اسمع من حضراتكم ويا ريت نفتح ارقام التليفونات نتواصل مع الساده المربيين ونسمع منهم اقتراحاتهم. انا عايز انتم اللي تحلوا المشكله تقولوا رايكم فيها ايه. هبدا فقره الاخباريه مع حضراتكم. السيسي بيعقد مباحثات على مستوى القمه مع رئيس وزراء الهند في قصر حيدر اباد. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قصر حيدر اباد بنيو دلهي مباحثات على مستوى القمه مع نار بندار مودي رئيس الوزراء الهندي، وشهد اللقاء عقد جلسة مباحثات مغلقة. رحب خلالها رئيس الوزراء بالرئيس السيسي ضيفا عزيزا في الهند، معربا عن تقدير بلاده الكبير للرئيس ولقيادتها الحكيمة التي حافظت على الأمن والاستقرار في مصر عقب ما شهدته المنطقة من أحداث فوضى وعنف خلال ما عرف بالربيع العربي، وكذلك النهضة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليا، وهو ما يجعل الهند قيادة وشعبا تتشرف بزيارته كضيف شرف رفيع المستوى في احتفالية قيام الجمهورية الهندية، موضحا أن تلك المشاركة تضيف طابعا خاصا ورونقا لاحتفالات الهند. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي تناولت تعزيز التعاون بين البلدين، ما يؤكد الإرادة المشتركة لتدشين علاقات استراتيجية ومواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات واستشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون والتصنيع المشترك، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهدا للوصول إلى حلول الأزمات للطاقة والطعام وتغير المناخ في العالم. كما شارك بعد ظهر اليوم الرئيس السيسي اليوم في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود في نيو دلهي، وذلك بمشاركة بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الهنود وممثل الجهات الحكومية المعنية المختلفة وكبرى الاتحادات والغرف التجارية والصناعية في الهند، وبحضور وزراء الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما شهد الرئيس ورئيس وزراء الهند توقيع 4 اتفاقيات تعاون بين مصر والهند. هنطلع نشوف كلمة من جزء من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اسمحوا لي في البداية ان انا يعني قبل ما اجيب على هذا السؤال يعني ان انا اتوجه للدوله الهنديه العظيمه بالتهنئه وبالتحيه والتقدير الكبير بمناسبه يوم الجمهوريه اللي بيوافق 75 عام، وبالمناسبه هذه المده هي برضو تتوافق مع 75 سنه من العلاقات بين مصر وبين الهند. Before I answer the question, let me express my deepest congratulations, admiration, and greatest and highest respect to the great nation of India on this Day of the Republic that is coinciding also with 75 years of bilateral relations between our two countries. وبالمناسبة دي أتقدم بالتهنئة أيضا حكومة وشعبا إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي بالتهنئة، وأتقدم التقدير والاحترام
للقيادة الهندية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي أنا قبلت به في الهند. So I here reiterate my congratulations to the Indian nation, government and people for this great day, and with my admiration and highest esteem to the Indian leadership for the generosity and the warm hospitality that I've been accorded with since I came here. والحقيقة ده شرف عظيم لي أن أنا أكون ضيف شرف بمناسبة هذا الاحتفال، وده أيضا تقدير كبير أسجله باعتزاز للقيادة الهندية. It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day. This is something that I go for the record to deepen and stress my great appreciation for India and its people. واسمحوا لكم أن العلاقات المصرية والهندية عبر عقود كانت بتتسم دايما بالتوازن والاستقرار، والحقيقة كانت لم تصادفها خلال هذه السنوات الطويلة إلا العلاقات الطيبة والمتطورة والدور الجيد في السياسة الدولية. The relations between Egypt and India have been characterized through the decades with balance and stability. We have only seen constructive development. They have been all along evolving very positively. اسمحوا لي اقول لكم ان احنا من خلال هذه الزياره نتطلع الى تطوير العلاقات والتعاون مع الهند في كافه المجالات، وصولا الى شراكه استراتيجيه بين البلدين. Let me tell you that I expect throughout this visit that we take our bilateral level to a whole new horizon where we can reach the strategic relationship and partnership between our two countries on all levels. ننظر بتقدير شديد واحترام شديد للمسار والتجربة الهندية في التنمية المستدامة وفي التطوير والنجاحات التي تحققت على مستوى الدولة الهندية العظيمة. We look with great esteem to the sustainable development experience of India and all the developments and accomplishments that the nation of India has achieved throughout the years. اسمحوا لي مرة ثانية أن أنا أتقدم بالتهنئة بهذا الاحتفال يوم الجمهورية، وأتمنى للشعب الهندي والحكومة الهندية كل التقدم والازدهار والتوفيق. So, as I conclude, allow me again to express my deepest congratulations for the celebrating the Republic Day, and I wish India and its people all progress. رئيس الوزراء يفتتح معرض الكتاب تحت شعار معا نقرأ ونفكر ونبدأ. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم افتتاح الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وهيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية ممثلة للمملكة الأردنية الهاشمية، وضيف شرف الدورة الحالية للمعرض بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأمجد العضيلة سفير الأردن لدى القاهرة. وتحمل الدورة الحالية لمعرض الكتاب شعار على اسم مصر معا نقرأ ونفكر ونبدع، وتستمر فعاليتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. ورحب رئيس الوزراء بالمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام من مصر ومختلف بلدان العالم، موجها تحية خاصة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه الدورة، لافتا إلى الروابط الأخوية القوية والعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق المتوسط ويشعر به سكان القاهرة. كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل زلزال شرق البحر المتوسط الذي وقع مساء اليوم ويبعد 503 كيلومتر من السواحل المصرية، 5.3 كيلومتر من السواحل المصرية، موضحا أن عمق الزلزال حوالي 54 كيلو وقوته بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.73 شمالا، وخط الطول 28.89 شرقا. وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن زلزال شرق البحر المتوسط شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات. وزير الزراعة يشدد على إجراء الحصر الدقيق لمساحات القمح والمرونة في توزيع الأسمدة. عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات لمتابعة العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها الانتهاء من حصر المساحة المنزرعة بالقمح ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية في الذرة وفول الصويا ومتابعة الأصول ومنظومة تحديث الري. في بداية الاجتماع أكد القصير أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. وكشف وزير الزراعة لمدير المديريات بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر الفعلي لزراعات القمح من على أرض الواقع، مشيرا إلى قرار الحكومة بناء على توجيهات الرئيس بزيادة أسعار توريد القمح إلى 1250 جنيها للأردب. وشدد وزير الزراعة خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التعديات على الأراضي الزراعية وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات وإزالة أي حالة تعدي في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتعديين للحفاظ على الرقعة الزراعية المصدر الرئيسي للغذاء.